إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أهمية التطعيم. طبعا بالتحصن الطفل من بالتطعيم أصبح العديد من الأمراض المعدية نادرة الحدوث، ولكن إذا كان الأطفال غير محصنين فربما تعود هذه الأمراض إلى الانتشار والظهور، والأطفال دون الثانية من العمر هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. طبعا جميع اللقاحات آمنة جدا، يعني علشان بس ترتاحين، جميع اللقاحات آمنة جدا، ويجب أخذ التطعيمات في مواعيدها المحددة. وإذا تخلف الطفل عن التطعيم فعليه أخذ في أقرب فرصة هذه التطعيمة. هذه أهم الأشياء البسيطة العامة في هذا الموضوع، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.